مساءكم سعيد سيداتي وسادتي، وأهلا بكم ضمن هذه النشرة الإخبارية المباشرة من قناة العيون، والتي نبدأها بأبرز العناوين. لجنة ملكية تشرف على تسليم هبة ملكية لزاوية تاسة بمناسبة ذكرى وفاة جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وبالدخل، افتتاح مركز لتأهيل الكفاءات مخصص لتعزيز القدرات والتطوير الذاتي. وبالعيون، نرصد لاختتام الملتقى الدولي الثالث للفكر الصوفي عند الشيخ مالعي. مرحبا بكم من جديد. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد إيغور دودون بمناسبة تنصيبه رئيسا لجمهورية مولدافيا. وعبر جلالته الملك في هذه البرقية عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بكامل التوفيق لرئيس مولدافيا في قيادة شعبه الصديق نحو ما يبتغيه من مزيد التقدم والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك وانطلاقا مما يجمع شعبينا من عواصر الصداقة والتقدير المتبادل، أعرب لفخامتكم عن حرصي على العمل سويا معكم من أجل إعطاء دفعة قوية لعلاقات التعاون بين بلدينا وتوسيع مجالاتها لما فيه صالحهما وخدمة للسلم والأمن في العالم. تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم كافة المواطنين أنها راقبت هلال شهر ربيع الثاني 1438 بعد مغرب اليوم الخميس، واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوب الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته. وعليه فإن شهر ربيع الأول يكون قد استكمل 30 يوما، ويكون فاتح شهر ربيع الثاني 1438 هو يوم السبت 31 دجنبر. أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة بالخير والبشر، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهنا، إنه سميع مجيب. أشرفت لجنة ملكية بمدينة أسا على تسليم هبة ملكية لزاوية أسا، وذلك بمناسبة ذكرى وفاة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتم تسليم هذه الهبة الملكية خلال حفل أقيم بالمناسبة بمقر الزاوية، حضره مسؤولون محليون في مقدمتهم عامل الإقليم ورجال السلطة المحلية والأمنية والعسكرية والمنتخبون. وقد رفعت بهذه المناسبة كفة الضراعة إلى الباري عز وجل بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا نهار كبير سعيد عندنا اللي زارتنا هذه البعثة الملكية اللي مصيفطها جلالة الملك محمد السادس نصره الله. يطيب لي أن نتقدم الشكر الجزيل إلى جلالة الملك على ما يقوم به من رفع مستوى الزوايا على صعيد المغرب، وعلى ما يقوم به من بناء وترميم وتفريش المساجد على صعيد المغرب وعلى صعيد الدول الأفريقية وعلى صعيد العالم. جزاه الله خير عن المسلمين. في الشأن التربوي، أشرف والي جهة الداخل وادي الذهب أو سرد ومنتخبين وفعاليات محلية على افتتاح مركز تأهيل قدرات الشباب بمدينة الداخلة بدعم من مؤسسة فوس بكرع وبتأطير من مؤسسة أميديست. فبعد النجاح الذي سجله المركز التعليمي بمدينة العيون، تبعت مؤسسة فوس بكرع تنفيذ برنامجها الخاص بدعم تنمية ساكنة الجهات الجنوبية للمملكة من خلال إطلاق مركز تعليمي ثاني لها بمدينة الداخلة، مع
مركز يهدف إلى توفير فضائل لفائدة الشباب والفاعلين الجمعويين، مخصص لتعزيز القدرات والتطوير الذاتي وإبراز المواهب. بكار دليمي ومحمد يداس وتفاصيل. بعد النجاح الذي سجله المركز التعليمي بمدينة العيون التابع لمؤسسة فوس بوكرا، تنفيذا لبرامجها الهادفة إلى دعم ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، مركز ثاني يرى النور بمدينة الداخلة ويهدف إلى خلق مسارات تكوينية متعددة الجوانب لتعزيز المواهب والمؤهلات وتثمين الكفاءات التقنية وبناء المشاريع المهنية. اليوم نفتتح إن شاء الله مركز الداخلة للكفاءات اللي غيكون كيقدم مجموعة الخدمات اللي كتهم تأطير الشباب بالدرجة الأولى، برامج متنوعة اللي كتستهدف فئة الشباب بما في ذلك برامج مواكبة المقاولات الصغرى جدا، وبالإضافة لتشجيع وتعزيز الأنشطة السوسيو اقتصادية في المنطقة، خاصة الاشتغال مع التعاونية الأنشطة المديرة للداخل. كما لاحظتم بكل تأكيد أنه الاعتماد الكلي من خلال البرامج داخل هذا المركز منصب على التكوين والاستثمار في الإنسان، حيث البرنامج الأساسي هو يعتمد على تكوين الشابات والشباب لإبراز كفاءاتهم، لأن فلسفتنا أن هناك كفاءة موجودة لدى كل شخص، يكفي فقط إحساسه وتحسيسه بكفاءته وإبرازها لكي تنسجم مع حاجة مجتمعية. ويهدف هذا المركز أيضا إلى المشاركة في دينامية الحياة السوسيو اقتصادية للجهة من خلال الاعتماد على برامج ومناهج تستجيب لحاجيات الأقاليم الجنوبية. بين إلى أن نشارك في افتتاح مركز الداخل لتأهيل القدرات، مركز أميديست معروف بمركز أميديست بشراكة مع فونداسيون فوس بوكرا اللي هم كانوا شركاء مهمين في تطوير وتكوين تعاونيات فاعلة في إقليم العيون في برنامج سنة 2014. قدنا شراكة مع فوس بوكرا وأميديست اللي بفضلها الحمد لله كنا مشتين الأفكار، وبفضل الحمد لله التكوينات اللي عدلنا مع أميديست وبشاركة مع فوس بوكرا استطعنا أن نحول نقاط الضعف إلى نقاط قوة التعاونية، وعدنا عارفين ودارسين ميداننا الحمد لله بفضل الشراكة معهم. احنا من هذا المنبر ندعو الشباب والجمعيات على أنهم ينخرطوا بكثافة وبالانفتاح كبير على هذا المركز باش يعود أهلهم على أنهم تعود أنشطة أكثر دينامية وأكثر أكثر مواكبة لهذه الدينامية تشهد مدينة الداخلة. هذا البرنامج قرينا فيه ديموجي الأساسيين بالنسبة للشباب كاملين اللي هما تقنيات البحث عن عمل، كيفية الولوج لسوق الشغل. صراحة هذا البرنامج هو من أهم البرامج اللي كاينين في مركز العيون لتأهيل الكفاءات. ننصح جميع شباب مدينة الداخلة عنهم يتقدموا وينخرطوا في برنامج هذا. المركز العلمي لمدينة الداخلة يهدف أيضا إلى النهوض باقتصاد الجهة عبر مواكبة حاملي المشاريع، بالإضافة إلى الاهتمام بالفاعلين الجمعويين وتعزيز قدراتهم على خلق برامج جمعوية بغية مواجهة تحديات التنمية المستدامة بالجهة. في أخبار المجالس المنتخبة، عقدت الغرفة الفلاحية لجهة إقليمي مأذنون أشغال دورتها العادية الثالثة برسم السنة الجارية. جدول الأعمال تضمن الدراسة والمصادقة على العديد من النقاط والتداول بشأن مجموعة من الانشغالات المطروحة. تفاصيل أكثر في متابعة لعياد سرتي حافظ محضار ومحمد فاضل عبيد. بعد المصادقة على محضر الدورة السابقة من أشغال الجمعية العامة للغرفة الفلاحية لجهة إقليمي مؤذنون، تدارس الأعضاء الحاضرون مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2017، وبعد المداولات تمت المصادقة على هذه النقطة ليفتح النقاش بعد ذلك بشأن العديد من القضايا الأساسية، خاصة المتعلقة بمستجدات الموسم الفلاحي الجديد وبرنامج مخطط المغرب الأخضر على مستوى الجهة. المصادقة على مشروع الميزانية للغرفة الفلاحية لسنة 2017، واللي كان فيها نقاط ديال التطور ديال الموسم الفلاحي وأهم الإنجازات اللي عرفتها الجهة ديال إقليمي مؤذنون
واللي كان فيه نقاش مستفيض، تكلموا، كانت فرصة للسادة الأعضاء باش يطالعوا على ما تم إنجازه واللي غادي يكون في 2017، واللي تخلى النقاش مستفيض، واللي والحمد لله كانوا الأعضاء مرتاحين للجو اللي دازت فيه الدورة بصفة عامة. اللي كانت تارت النقاش كبير هي النقطة ديال محاربة الخنزير. صحيح ان الخنزير يعني فيه خلق مشاكل عده لبعض الفلاحه في المنطقه في جهه قلميم وادنون، واللي الحقيقه احنا كنا كغرفه كان اتفاقيه، حضرنا الاتفاقيه توقعت داخل الغرفه ما بين الوكاله شجره أرغان مع المديريه المياه والغابات، واللي في 2013، واللي طبعا تم اليوم النقاش فيها وطلبنا بتفعيل ديالها، واللي كان فيها واحد الروتار واللي أثر بصفة عامة على الفلاحة اللي كاين شكايات عدة. السادة الحضور الأعضاء الغرفة سجلوا بارتياح الطريقة باش تنجز هذاك البرنامج لمحاربة أثار النقص الحاصل في التساقطات المطارية، بحيث أن الشعير كان متوفر بشكل كبير، وكذلك تم تقديم الإجراءات المتخذة لإنجاز الموسم الحالي، وكان واحد الارتياح كبير على توفر البذور لا في الشعير بالنسبة للشعير ولا القمح الطري ولا القمح الصلب اللي توفرت بشكل تيفوت الحاجيات ديال الفلاحة. دورة إذن بسطت العديد من انشغالات ممتهني الأنشطة الفلاحية بالجهة والتدابير الجاري العمل بها للدفع بعجلة هذا القطاع إلى الأمام باعتباره يشكل ركيزة التنمية بأقاليم الجهة. في أشاني النقابية، عقدت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مؤتمرها الجهوي الثالث، وعرفت أشغال هذا المؤتمر نقاش مجموعة من النقاط ذات الصلة بالشغيلة التعليمية. في المتابعة محمد مصطفى قية ومحمد مشا. تطرق المشاركون في المؤتمر الجهوي الثالث للجامعة الوطنية لموظفي التعليم والمنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والذي اتخذ كشعار النضال المستمر من أجل نظام أساسي منصف ومحفز للشغيلة التعليمية. تطرق للأوضاع الحالية لقطاع التربية والتعليم وسبل النهوض بها والرقي حتى تصل لمستوى تطلعات الشغيلة وكذا المواطنين. نعقد هذا المؤتمر كمحطة استحقاق داخلي من أجل تجديد المكتب الجهوي، تجديد القيادة الجهوية، تجديد الدماء وتجديد العزم وتجديد الرسالة النضالية وتجديد المسار النضالي للجامعة الوطنية الموظفة التعليم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أمام التحديات اللي موضعة أمامها، أمام التحديات النضالية، أمام الملفات النقابية المطروحة على الجامعة الوطنية الموظفة التعليم. فنحن هنا يعني لاستكمال الهيكلة المجالية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الخامس، فنحن هنا اليوم في هذا المؤتمر الجهوي الثالث طبعا من أجل تجديد النخب ومن أجل تجديد المسؤولين ومن أجل الانتصار لمبدأ الديمقراطية الداخلية التي أصبحت اختيارا أساسيا داخل منظمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. تعتمد الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أحد ركائز الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على مبدأ التواصل والحوار مع الشغيلة في إطار عملها النقابي، وكذا فيما يخص استراتيجيتها الوطنية الرامية لبلورة قيم تعليم راقي ومزدهر. في موضوع آخر، اختتمت بالعيون فعاليات الملتقى الدولي الثالث للفكر الصوفي عند الشيخ مال عينين، ملتقى نظم تحت شعار منهاج التصوف محبة واعتدال، وحضره عدد من شيوخ ومريدي الزوايا بعدد من المدن المغربية كما من دول أخرى. تفاصيل حفل الاختتام في متابعة لمحمد تروزي وصالح الرقيب. الملتقى الدولي الثالث للفكر الصوفي المنظم من طرف مؤسسة الشيخ مال عينين للعلوم والتراث اختتم، واختتمت معه هنا عدد الفقرات والمحاضرات العلمية التي احتضنتها مدن تيزنيت السمارة ومن ثم العيون. ملتقى يهدف بالأساس بحسب المنظمين إلى نشر قيم التسامح والاعتدال وإبراز المفهوم الحقيقي للإسلام بالإضافة إلى معنى التصوف. هو صفاء القلوب
وكشف الحجوب ومعرفة النفس ثم معرفة علام الغيوب. هذا التصوف قدوة. يشكل هذا الملتقى التواصل وللنقاش ما بين مريدي مختلف الزوايا بالمغرب كما من خارج المملكة حول قيم التصوف ومقاصده النبيلة. المحبة والمواد والرحمة. نحن جد مسرورين بتواجدنا ضمن هذه القافلة الربانية الصوفية التي تواجدت بمدينة تزنيت وأكادير والتي مرت عن طريق السمارة ثم التحاقنا بالعيون. كل هذه الخيرات وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى وهذا الوجوه النيرة الطيبة التي رأيناها في هذا المجمع. آخر المحطات بهذا الملتقى مدينة العيون والتي شهدت إلقاء عدد من المحاضرات تناول جوانب مختلفة من الحياة الفكرية للشيخ ماء العينين، إضافة هدايا تذكارية على الحاضرين ورموز الزوايا والطرق الصوفية المشاركة. وبالدخل نظم عدد من جمعيات المجتمع المدني بجهة الداخل وادي الذهب أمسية مديحية في مدح خير البرية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمسية التي شارك ضمنها العديد من الفئات العمرية شاركت بقصائد في المديح النبوي، وتهدف هذه الأمسية لتكريس هذه الثقافة المحلية لدى الناشئة كعرث حضاري وثقافي تتميز به المنطقة. وعدلينها الحمد لله جمعيات متكاتفين عليها وبقينا نربوا حب المصطفى صلى الله عليه وسلم في قلوب الشباب المستقبل. وكان الحمد لله شباب أطفال عندهم موهبة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، كاين حسانية كاين عندهم موهبة في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم بالعربية، وبقينا ندير لهم هاي المبادرة اللي هي منها نربوا الأجيال على الصيف اللي هي ومنها نعطيهم تشجيع ياك نحرضوا محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم في قلوب الشباب المستقبل. أما الآن فإلى مطالعة في الصحف الصادرة يوم غد بتقرير لنجية بوشرقة. يومية المساء كتبت: كشفت مصادر من داخل الاتحاد الإفريقي أن زوما رئيسة المفوضية الإفريقية أبلغت جبهة البوليساريو أنها ستواجه تحديات جديدة داخل أروقة الاتحاد بعد تزايد عدد الدول المؤيدة لعودة المغرب. وأشارت مصادر دبلوماسية بحسب ما أفادت به يومية المساء إلى أن قيادة الاتحاد الإفريقي أوفدت مستشارا قانونيا لإخبار قيادة جبهة البوليساريو بأن مقعدها بات مهددا بعد أن طالب أغلب الأعضاء بضرورة إعادة النظر في طبيعة عضويتها داخل الاتحاد أو تخفيض تمثيليتها داخل الاتحاد إلى ما دون العضوية الكاملة. يومية أخبار اليوم تحدثت عن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وكشفت اليومية بأن اللقاء كان حيويا وصريحا، وقال بن كيران: لقد توافقنا في اللقاء على تجاوز كل ما وقع في العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة. وأضاف بن كيران في تصريحه لأخبار اليوم بأن هذا اللقاء كان ناجحا بكل المقاييس. كما أوضحت اليومية بأن اللقاء الذي عقد بالزويرات جاء لوضع حد للتأويلات حول العلاقات المغربية الموريتانية وليؤكد على أن البلدين يجمعهما تاريخ ومصالح مشتركة. يومية الأخبار أوردت بأن حزب الاستقلال وجه اعتذارا لموريتانيا بعد تصريحات الأمين العام للحزب حميد شباط، وجاء اعتذار الحزب عبر جريدة العلم لسان حال الحزب في عدد اليوم الخميس، وجاء فيه إنه إذا كان من اللازم الاعتذار للشعب الموريتاني لما قد يكون ترتب من سوء فهم تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال، فإن الأمين العام وقيادة الحزب لا تتردد في الاعتذار لموريتانيا الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا.
وذكرت الأخبار بأن حزب الاستقلال اعتبر أن العلاقات الجيدة والممتازة بين الشعبين الشقيقين المغربي والموريتاني أكبر مما قد يكون البعض يخطط للإساءة إليها. من جانبه تبرأ توفيق حجيرة رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال بدوره من تصريحات حميد شباط، وقال حجيرة في بيان له: كرئيس للمجلس الوطني لحزب الاستقلال ثاني مؤسسة تقريرية بعد المؤتمر العام للحزب، أود أن أعلن أنني سقطت في سوء تقدير لخطورة تصريح الأمين العام على علاقاتنا المتينة والدائمة التي ربطتنا دائما مع الشقيقة موريتانيا، وعلى مضاعفات تصريح الأمين العام لحزب الاستقلال المتعلق بهذا الموضوع علاقة بمشهودات المملكة المغربية على المستوى الجهوي والقاري، والتي كانت دائما تقوم على حسن الجوار والتعاون والتضامن، مشيرا إلى أن ما صرح به الأمين العام كان تصريحا شخصيا. ونقرأ في صحيفة برلمان كوم في آخر مستجداتها الإخبارية: أفادت تقارير إخبارية موريتانية أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قرر تعيين سفير جديد بالعاصمة المغربية الرباط، وذلك بعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران والاتصال الهاتفي الذي أجراه مع جلالة الملك محمد السادس قبل يومين. وأضافت مصادر أن تعيين السفير قد يعلن عنه مطلع يناير 2017 بعد عودة الرئيس من رحلته السنوية في تيرس زمور، وإن الرئيس ربما يكلف مستشاره الخاص بمنصب السفير في ظل التقارب الجديد بين الدولتين. وتقول المصادر إن الأزمة الدبلوماسية الأخيرة تم تجاوزها، وإن العلاقات الموريتانية المغربية قد تشهد حالة من التطور وتجديد علاقات التعاون بين البلدين. انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة فاطمة بنت محمد سالم والبويهات عن عمر يناهز 89 عاما، الفقيدة تنتمي لقبيلة الزرقيين القرة. كما انتقلت إلى عفو الله المرحومة عزيزة بنت محمد ولد المهدي عبيدة عن عمر يناهز 66 عاما، الفقيدة تنتمي لقبيلة تركز. تغمض الله الجميع واسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما اللحظة فإلى الورقة الخاصة بأحوال الطقس غدا إن شاء الله. يرتقب أن تكون السماء غائمة جنوب البلاد، فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء مشمسة بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله 19 بالرباط، ومن المنتظر أن تشهد سيدي فني 20 درجة، 22 بقليميم، 21 بطنطان، 17 بأسا، 16 بالزاك، 23 بالطرفاية، 21 بالعيون، 20 بالصمارة، 21 بوكرع، و 25 من المرتقب أن تسجل ببوجدو. سبعة عشر مرتقبة بقلت الزمور، 21 بمضريقة، 22 بالداخلة، 25 بأوسر، 28 مرتقبة بالقويرة. حالة البحر بباقي السواحل سيكون قليل الهيجان إلى هائج، ستراوح ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف. شروق الشمس غدا إن شاء الله على الساعة 7:46 دقيقة، وغروبه على الساعة 6:05 دقائق. حالة الطقس ببعض العواصم والمدن المجاورة: بالعاصمة الرباط 19 درجة، 28 مرتقب بنواذيبو، 30 بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، و16 مرتقبة بتندوف. ولمن فاتته مضامين هذه النشرة إليكم أبرز العناوين: لجنة ملكية تشرف على تسليم هبة ملكية لزاوية تاسة بمناسبة ذكرى وفاة جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وبالداخل افتتاح مركز لتأهيل الكفاءات مخصص لتعزيز القدرات والتطوير الذاتي. وبالعيون تابعنا اختتام الملتقى الدولي الثالث للفكر الصوفي عند الشيخ مال عيني.
قبل الختام يمكنكم مشاهدة نشرات أخبار قناة العيون على موقعنا على الأنترنت snrt.com. كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين عبر الموقع المجلس الملكي الاستشاري للصحراء والشؤون الصحراوية كوركاس بانكوك. كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الهواتف الذكية، ذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. كما تلتقون مع إعادة لنشرة الأخبار غدا على قناة المغربية. نهاية النشرة الإخبارية، طاقمها يحييكم وسلام عليكم.